لا مجتمع إسلامي، مجتمع محافظ، لكن للأسف نلقى مثل هذه التجارب. نواصلوا مع مدام وسيلة من مورنيغ. مدام وسيلة مرحبا بك. السلام. شنو أحوالك يا لالا؟ والله إذا مدام وسيلة باش تحكي لنا على بنت أختك اللي قعدت 6 سنين ما تجيبش صغار تقريبا. أحكي لي على الوضعية وكيفاش عاشت هالضغط. هي هل ارتقها ربي توا بصغير ولا مازال؟ لا عندها ما شاء الله تبارك الله ربي يحفظها. لكن اكيد في فتره 6 سنين هذيك صار برشا ضغط في عائلتها. شويه في اللون ما تقلقتش الكل. اي بديت تقضي معناتها المده كل مره هكا ترى بيبي مع ام وحاجه بحكم هي تخدم يعني في السبيطار. اي زعكي تحس ويحب شي تعدد قالوا نرى ما طرش منك من المسيح يجي المسيح في فرضة ولا بيس ما حبت في اللول يمشي فرضة ولا بيس ولا بتحكي داش ما وحاسر قالوا شوي قادة كي كون بعدك بشي كي مشي قالوا عندك بعض ما عندكش حاجة كبيرة معناتها خبات ويو بقات هكاك شوي كل مرة مرة بيس مرة بيس ما جات فوش أي الحكاية. اي هي نهار تخدم هكا وحفت بالدوخة. اي. تعمل التحليل قلت لك بحكم هي ما تخدمش ما سبقتش. معناتها الحكاية بالكل حتى كي قالت له والله كيفاش واحد. فرحان ومش مصدق. من بعد ذيك حاسين برشا والله عندي صحابي توا بدا كنا هكاك عندها توا عنين ما عارفة وقالوا لها تعمل عملية معناتها على ال على رحمة الله. اي ذيك مشاكل برشا هي وراجلها زاد للاسف لانه مرات الراجل كما انت قلت في البدايه كنت تنجم تتعالج الوضعيه 6 سنين في حياه كوبل تما مده زمنيه طويله كان ينجم الراجل يمشي يشوف ولا هي تمشي تشوف ويلقاو حل في السنوات الاولى. لكن نعاود ونقول نتصور اني لقات صعوبه انها تقترح على رجلها انه يمشي يعالج او اذا عنده اشكاليه او انه يتفقد. لا دي مقوله بطاقيه انا مش يمشي يعني ديما هو ديما لاباس عليا. ديما. أنا زاد في الخمس شوية أنا في اللون جبت بنية معناتها. الحمد لله هو توا ربي رزقها الحمد لله. لكن المشكليات هذيا اكيد تقع في وسط العائلات التونسيه. حكيت لنا زيد على عندك صاحبتك زيد كيف ما جابتش صغار ومشاكل برشا مع راجلها في الفتره هذه. لا يا زيد انا جبت بنيه بعد 10 سنين عند ربي بنيه اخرى. ما شاء الله. 10 سنين عندي بنية 16 و15 ما شاء الله ربي يحفظهم. مدام وسيلة مشكورة على المداخلة. باش ناخذ وسام معنا على التليفون. وسام مرحبا بك. وسام مدام مرحبا بك. شنو أحوالك يا سيدي؟ والله الحمد لله يرحم والديك. مدام مؤنستنا مدام يرحم والديك نخدم حالة كثير ما في تقليدية. مرحبا بك يا سيدي. إذا سي وسام أنت طلقت المرأة على خاطر ما جبتوش صغار وما تعرفش. مدام تفضل. يا رب احرامي مدام. اي. انا مدام طلقني صراحه شنو عملنا تحليل. اي. هي تغلطني هنا وغلطني. حتى قدام الرئيس مشينا كل واحد على روحه معناها بامور اخرين لا عرس ولا ضرب ولا حتى شيء لا. اكيد لكن انتم ما طلقتوا حتى ما جبتوش صغار. صحيح. اي انا ما خلتنيش نكمل قلت انا طلقت على خاطر ما جبناش صغار وما نعرفوش شكون السبب. يرحم والدي. ما تعرفوش شكون سبب سيوان كان انت والا هي. لكن الاشكاليه هل انكم مشيتوا تعالجوا؟ هل انك انت مشيت تعالج؟ خاصه نسال السؤال هذا للراجل خاطر المراه تقدم على الحكايه هذه ما الراجل يرفض. علاش الراجل اليوم يرفض انه يمشي يعالج او انه يمشي يكتشف كان هو عنده عقم والا لا؟ هذا اخر انا عندي اخواتي قالوا لي توا احنا عشانك 5 اولاد اخواتي معايا شاب صغار كلهم مول مول ومشيت انا بعد ما طلقت مشيت عديت بيه وقال لي لك لاباس ما فهمتش معنى السي ما فهمتش شنو انا ما فهمتش وتوا الطفل تشوف فيها مثال تخدم وراك امورك واحد انت مطلق قعدت لي كل نقطة في قلبي ما فهمتيش معناها فهمتها. لا سامحني علاش ما عالجتش وانت مع المراه ويمكن لقيتوا حل للاشكاليه؟ اليوم الطب تقدم وما كانش عندكم مشاكل غير انكم ما جبتوش صغار. السيدة باهي الدكتور مستعمل ما احنا تعرفوش وتطور ومازال موجود عينيه حيه تعرفوش وتطور ما نتشي منه. سامحني؟ فهمت
معناه ما الدكتور هذاني انا نتعامل معاه معناه ياخذ الفلوس والنتيجه ما فماش. فهمتك، معناتها انت مشيت عالجت لكن رغم هذا ما عطاش ربي صغير. والله ما دام كنا نلقى انا طبيب يعني يدلونا طبيب سمه تبديش مزيت نتاعو مثل نمشي له المهم نعرف حاجه نبرد على قلبي. لكن سي وسام راهو فقط التلقيح الاصطناعي والا غيره راهو ما يضربش من اول مره، ياخذ شويه وقت، لازم ساعات الصغير ما يشدش في الارحام، ساعات التلقيح ماهوش صحيح، ساعات معناتها هذه حاجه اصطناعيه تمشي لازم شويه صبر، معناتها في العلاج لازم برشا صبر مش شويه صبر. احنا قعدنا عامين ونص من ده. شوية عاملين فما عباد قعدوا 5 سنين و10 سنين يا سي وسام مش تحكي. عندي جارتي مادام شكون تو عندها 10 سنين ومصلي على النبي رب رزقها اللهم صلي على النبي بني وليد. ما شاء الله. صلي على النبي. ان شاء الله ربي يرزقك يا وسام وان شاء الله لانه انا للاسف وقت اللي انت تقولي سبب الطلاق كان لانه ما جبناش صغار وما نعرفش شكون السبب. معناتها مشيتوا للشخص اللي ما لازمكمش تمشيوا له انه يدلكم يعطيكم شنية صحيح وشنو الغلط وعلاقه مشيت هكاك هباء من غير حتى شيء كنتوا تنجموا تلقاو علاج للاشكاليه هذه. فهمتك والله مادام انا بالنسبه لي انا تو هذه ساعه مانيش نسلق حتى قلت ناخذ بنت الناس تحب نعرف روحك يندرى كان مني انا حتى ناخذ باش يكتب لي مكتوب ربي ناخذ مره واحده اخرى حتى حاجه نفرحها راني هكا ولا هكا مادام ولا صحيح 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 انا كلام ربي نخليها بيد ربي هذا المولى انا سبحانه. اكيد اكيد مشكور السي وسام على المداخله. ناخذ عمر معنا على التليفون. عمر مرحبا بك. السلامة مدام، شنو أحوالك؟